السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده عن لعبه جديده. بهذا الفيديو ان شاء الله راح تشوفوا لعبه جربتها شي بومباستيك، احكي لكم عليها بشكل مختصر. اللعبه هي نزلت من فتره، ما عشان تطول بكم، طلعت صار تقريبا صار لها شيء يمكن 3 سبتمبر، يعني اول شهر نزلت تقريبا، وانا من اول شهر عم بقول بدي انزل لكم فيديو انا بدي اجربها ودي اسوي كذا، بدي اشوف الشيء. فكرت انا اللعبه مثل اي لعبه هيك عاديه بسيطه، لان كانت لعبه مجانيه وظلت مجانيه ما تغيرت، فلذلك فكرت اللعبه ماشي زياده. المهم اليوم دخلت وجربتها، لما شفتها تقريبا لعبت فيها شيء ساعه. لعبه بومباستيك، لعبة خرافية جدا جدا جدا، يعني ما بحكي لكم شد الوصف. صحيح، مين هو الاستوديو المطور تبعها؟ الاستوديو المطور تبعها هو اسمه جي دي ستوديو، ما بعرف اسمه، اول مرة بسمع فيهم. المهم مثل ما انكم شايفين، هاي هي اللعبة، هي عبارة عن لعبة شوتر بس، ولكن مو بشر او لاعبين بيلعبوا فيها او مكونات او اشكال لاعبين، لا، هي عبارة عن كرات بتتحكم فيها انت وتبلش تقاتل فيها. هي مختصر اللعبة، وهلا خلينا نبلش باللعبة بسرعة لان اللعبة جدا حماسية وجدا ممتعة، ما بضيع عليكم وقت بالقرر الفاضي. ليتس جو. طبعا اول ما ندخل نحن بالبداية، بس خليني اشرح لكم شو في عندنا. طبعا في عندك هون شيء اسمه كويك راوند، طبعا بعد تدخل اسبوعين في عندك كويك راوند اللي هي هون وار بالحرب، وهون حلوة انه مفتوحه ما تخلص ابدا، راوند ورا راوند، راوند ورا راوند، راوند ورا راوند، يعني هذا اللي بده يفوت على طول يضل مستعجل. هون بدك تلعب 1v1 2v2 2v2 ارينا، يعني في عندك انماط لعب، يعني فهمتوا شلون؟ فنحن رح نعمل هاي اللي تكون مفتوحة، كله ضد كله، ما حدا مع حدا. طبعا اليوم الفيديو نسيت احكي لكم، اليوم الفيديو كان لازم يكون هو ببجي، يعني بصراحة انا كنت عم بستمتع باخر فترة هاي لعبة ببجي، نزل لهذا المود اللي هو ماب صغير وبنفس الوقت اسلحة كتير متوفرة وشي خرافي. فكنت اليوم لازم انزل لكم ببجي، فبعتذر منكم ما نزلت لكم ببجي، بس كمان هي حاسة انا مستوى، يعني هي لعبة جميلة وممتعة بس مو توصل لمستوى ببجي. ليش؟ لأنه ببجي هذا خصوصا الطور نزل غير نظرتي عن ببجي بشكل كامل، فلذلك ان شاء الله راح اشوفه من الاسبوع الجاي، راح يصير ينزل لكم فيديو عن ببجي. هاي بلشنا. طبعا انتم شايفين انا هون، انا نسيت افرجيكم قبل شوي، انا شايفين هون كان سلاح معي في ايدي، لا هو في، هو عباره عن كره وماشي. انا نسيت اغير اسمي. What the fuck man؟ شيت وينو؟ شكله ما في غير انا وياه، بس ما ينزل ورانا. طبعا بده لا بتغير الاسلحه. ابوه والله كبيرة، صار مرتين قتلني، والله عيب عليك. بدوخ على دمك يا زلمه، يا الله شكله طلع، دخل، طلع. شيت، ليف ماتش، طلع اللي ضدي. طبعا قبل ما ندخل رح فرجيكم انا شلون توني عدلت اللون. هي بس ممكن انا امسحها. هي هون تقدر تمسح، ترد ترسم اللي بدك، يا مثلا تحطه هون عين وهون عين مثلا. لا هذا تملا، ما بتحطه، ما عجبني. ايوه هي حلوه، هي وتش صغير يعني فيس. طبعا هي من هون نقدر نحط له هيك وتش صغير يا زلمه. ايوه هيك اوكي. شكله في عندي شغلات رح تطلع لي مستقبلا، انا ما فات عندي هذا الاتوقع، يعني اتوقع ذلك انه في عندي انا شغلات السيطره. المهم خلينا نرجع الى اللعبه، يمكن ما ضل حدا باللعبه والحظ السيء. قبل شوي كنا شيء 15 وهذا ننزل نطلع نطلع. في واحد. وصيت انا اغير اسمي. صحيح تذكرت. وينه؟ وينه؟ ابو غدرني الكلب. لا لا لعن، اعطيني سلاح. يو شو شافني؟ مستحيل هكر يا زلمه، ايش في؟ لك لسه من اول ما طلع شافني. اخذته. يا كلب. لا هكر هذا، مستحيل. مستحيل ما يكون هكر، والله هكر مستحيل.
والله هلت ما في درع ما في يا كلب موتني. جي جي قوية. او هذا شوف هذا لعبني زومبي بس قبل شوي كده بدا هكر مشتا. لا الحق اخذ الهيلث. واو شت العن حظك. تفونا ايه مو هذا الحكي يا شباب والله ذوقوا على دمكم. بدي واحد خرف وخرف يطولوا بالكم. بس استنوا شوي بس استنوا علي ما ضل ذاك سلاح منه. لازم اعتدل اللعبة صار بدايتنا يا شباب. مش شو هذا لعن ابو حظك. يذوق على دمك يا ابن الحلال مو طبيعي. انا ابو لك ايه مش بدل ايه الارقام. ايه الارقام الو عرفت صحيح ساعة عم بتعذب بالتبديل بين الاسد. امبوسيبل يا شباب. اوش قتلت واحد واحد قتلني. جي جي لعن ابو حظه. والله انا ما بعرف حالي. لا عرفت حالي. قاتلنا 21 مره. ده عدده هتشوت طق الشاشه طق. والله قتله. مركز سادس بس يمكن الاخير. لا والله قبل الاخير. طبعا هون اللاعبين اللي اختار ماب مشان يبلش الراند الثاني. خلينا ناخذ اول ماب. اخذ اقل ماب. شيت شايفين لعبه ما احلاها يعني لعبه شي بومباستي بس هجوم اقتل. لازم نجيب لنا اكس كواد ننزله معنا. واو اس 3 واو. وين الناس؟ أرجوك. أي واحد. يا معلم. يا معلم دوق على دمك والله ولا طلقة.
هلا تبلش الفايت. كان نحن عم نسوي لما كان صار لي ساعة عم بلعب، بالاخير طلعت عم مثل ما يقول عم نكوش بعضنا. وصلنا خمسة. وينكم؟ تونا قبل شوي كرات معي يا زلمة. والله العظيم 2-2 نتيجة. غير لي راسي. عم هي بتدفشتني لحالها. خلص الراوند. شو الضرب؟ لك حاجة تطيرني. شت ده مركز خامس مرة تانية أخيرا. طبعا هون بتقدر انت بتحدد بسرعة الماب اللي بدك اياها، او اللي مثلا اللي بدهم اياها لاس، وتقدر تفوت الماب. بس انا رح انتهي لون الفيديو حاج لاني اكتفيت، صار الفيديو كتير طويل صراحة. ان شاء الله بكرة رح يكون فيديو المزرعة، واللي بعده راح يكون فيديو محاكي شاحنات، ومثل ما وعدناكم راح نكمل قصة ان شاء الله. بس كون وصلنا هنا نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. صرنا كل يوم جديد حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.